السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت خواتات كذلك أمة طاليات، شخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو، هذا الفيديو نهار العيد، غنشارك معكم الأجواء اللي عملنا نهار العيد، أجواء مغربية. درنا مسمنات، عمرنا أتاي، حطينا اللي قسم الله، وانتم معنا. وغنشارك معكم كذلك الطلبيات ديال الأكل اليوم تاني عيد، وأجواء مشينا لجدة بس حفظنا الله، وقع واحد الحادث، الله نجانا الحمد لله على كل حال يا ربي. وهنا كما كتشوفوا كنوجد في المسمن. يا واستوما كيف دوزتوا عيدكم؟ وكل عام وانتم بخير وبالصحه والسلامه وباش ما كتمنوا ان شاء الله. وكنتمنى من الله اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يعمر ربي ويوصليها. واللي كيتمنى زياره بيت الحرام يا ربي ترزقكم عاجلا غير اجلا ان شاء الله. ايوا كما كتشوفوا الخوت، هذه الطويبله ديالنا ما يوم وجدت المسمن. صافي غادي نوز نعمر عتاي وانتم معانا. وهذا هو الفطور ديالنا ديال بنت الشعب، مسمنات وحطينا شويه الحلوى والمكسرات وبراد ديال الاتاي. الحمد لله، اللهم ديما نعمه وفضل من زوال يا رب. المهم درنا فطور مغربي ديال بنت الشعب، ومن ورا اتاي عمرنا القهوه العربيه والتمر والحلوى، داكشي اللي كيديروا في السعوديه. الحمد لله الحمد لله وشكر لله. تخيلوا صار امامنا حادث مره خيب. هذه السيارة اللي أمامنا، وفي سيارة ورانا، السيارة اللي ورانا طار منها الكفر وندعست من الأمام كلها، وإحنا كنا وراهم. تخيل ربي نجانا، يعني شوفوا السرعة كيف، السرعة بقوة بقوة. عرفتوا أنا دابا بقى في الخلعة طريق جدة. اللهم لك الحمد، الحمد لله أن ربي نجانا. يا ربي يا ربي تحفظ جميع المسلمين، لك دير شي خير اللي كاع لينا الليله وحق الله. عادشي حنا مسرعين ولامامنا، يعني طريق سريع، يعني كل واحد كيمشي بالسرعه ديالته نفس كذا. يعني الحادث جا قدامنا، يعني كون ما مضطر يعني منتبه، يعني كنا يعني حتى حنا دخلنا فيهم. تخيلوا هربنا، هربنا جيت هاكا، هربنا في ديك الجهه، هربنا اتجاه، يعني دوك الناس اللي مسرعين يمكن كانوا يخشوا فينا. شنو نقول لكم؟ الحمد لله الحمد لله، وشكرا حتى التعاوي ديال الناس راه هي كتلقى الباس وحق الله. الحمد لله على كل حال. قلنا الحمد لله وصلنا لجدة، جينا نتعشى وغادي نمشيو نجلسو في جنب البحر ان شاء الله. كما كتشوفوا هذا المطعم راه جا في طريق جدة، اسمه الرحيلي، عندهم الدجاج مشوي على الحجر كما كتشوفوا، داكشي عندهم نقي وزوين. دائما جينا جدة كنجي ناكلو عندهم، يا اما دجاج مشوي، يا اما لحم مشوي، يا اما كبسه، كبسه بنينه بنينه، شي حاجه خطيره. يعني بالنسبه للحجاج المعتمله جيتو لمكه وتبغوا نجيو لجدة، ضروري تجيو تعشوا في هذا المطعم، اسمه مطعم الرحيلي، جا في محطه. وهذه الاسعار ديالهم، وعلى حسب على حسب الكميه الواحد، يعني هذه ترى تكفي 2 ناس، يعني على حسب كل واحد ياخذ على الكميه اللي تكفي العائله ديالتكم. هي الكبسه ديال اللحم مره حلوه، هي اللي خطينا مضر مره رهيبه. وهنا غنمشيو للبحر. كتبان لك النافوره ديال جدة رايه، وهنا يا جالسين ما شاء الله الناس شموا ريحة البحر. وهذا بن داود اللي في شارع العزيزية، بعد ما جينا من جدة مريت ناخد شي خضرة خاصاني، وانتم معايا. هاد الحلويات زوينة بحق التوزيعات، سعرها ب 16 ريال ديال الحج، كعقلك صغيرة كيجيبوها، بس هنا من الأفضل. شنو هاي تاب؟ هادي هي زاد هي هنا. وهنا خوتي عندي طلبية ديال الكسكسو، غادي ندوز دابا نسكيه كيما كتشوف. هنا القرعة الحمراء والقرعة الخضراء، وهنا الخضراء الأخرى.
وهنا خوتي داسكن سكي في كسكسو. بالنسبه للناس صحاب الطلبيه بغاو يتغداو به غدا الظهر، المهم كنحاول باش نزرب يلا نوصلوا لهم ان شاء الله وياكلوا بالصحه والسلامه يا ربي. وكذلك عندي طلبيه بالليل بعد صلاه العشاء عند باغي نفس الشيء كسكسو واللحم، وكذلك الخبز ديال البيت. وماشاك معكم كاع الطلبيات اللي غندير، وكنتمنى منكم ما تنسونيش من لايك وتبارطاجيو القناه مع العائله والاحباب للفائده، وجزاكم الله كل خير يا ربي. وبالنسبه للناس اللي كيتصلوا عليا في رمضان باش نوجد لكم الطلبيه، راكم كتعرفوا الزحمه والطرق اللي كتكون مسدوده، تنقول لكم عذروني وقدروني. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا الزحمه راه غادي يفهموا غادي يقدروا، بالنسبه للناس اللي ما تيقدروش نقول لكم الله يديكم وصافي. راه انا كندير اكثر من جدي، وانا كما قلت لكم راه ما عمري ما شديت الطلبيات، دائما كنطيب غير الناس المعرفه، ولكن هذه السنه ما شاء الله طيبت كميه كبيره. اللهم بارك وليك لا بصحته وبراحته، وكنتمنى ان شاء الله نكون نرضي الجميع، ولكن باش انني باش ضرر حتى انا ولا خاصكم نتوما تقدروني. وكنقول لكم الله يحفظكم والله يسهل عليكم والله يعطيكم كاع داكشي اللي كتمنوا ان شاء الله. والله العظيم كندير اكثر من جدي باش نرضي الجميع، ولكن القليل اللي تيقدرني. ايوا كما كتشوفوا هي الطلبيه وجدتها، غادي ندوز نغلفها وندير مالها بصحتهم وراحتهم يا ربي، وغنشارك معكم الطلبيه ان شاء الله ديال العشاء باذن الله. غادي ندير مالها ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا داك كنوجد في اللحم، هنا 2 كيلو بغاتو السيده، المهم درتو لها بالمشمش مجفف وزدت عليه انايا زبيب، صراحه جا خطير وشكراتني عليه مولاتها بصحتها وراحتها. وهنا دزت وجدت الكميه كبيره ديال الخبز ما شاء الله، خبز بالقمح الكامل والزرارع ما شاء الله كيجي زوين كيجي رطيب ما شاء الله، كاع الناس اللي كياخذوا كيعاودوا يطلبوه مره اخرى الحمد لله. وكما كتشوفوا معايا شوفوا ما شاء الله رطيب، كسكسو ما شاء الله اليوم جاتني الطلبيه بزاف على كسكسو. المهم ندير قصريه هنا طبسيل، شوفوا هنا سكيت القصريه الاولى ما شاء الله، وهنا طبسيل اللهم بارك. وهنا غادي نحط اللحم بسم الله، الحيمه طيبين مزيان ما شاء الله. شوف وهذا الزبيب الاسود والبرقوق، ماشي برقوق غير مشمش مجفف. وهنا غلفت كسكسو مهم، هنا عشرة الخبزات كما كتشوفوا غادي نغلف. كما كتشوفوا خلصنا الطلبيه الثانيه، هذا ثاني يوم العيد كما كتشوفوا. وهنا الخبز غلفته فيه هنا 10 وهنا 3، والكميه اخرى ديتها الناس. وهذا اللحم بيه، وهنا كسكسو